أهلا بكم إلى موجز الأخبار من أون لايف. وصل الرئيس السيسي إلى القاهرة قادما من الإمارات في ختام جولة خليجية شملت أيضا سلطنة عمان. كان الرئيس قد عقد العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الإمارات، حيث أكد خلال مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على أهمية العلاقات بين مصر والإمارات بما تمثله من نموذج مثالي للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره السوداني إبراهيم غندور بمطار القاهرة الدولي، وذلك في مستهل زيارة الغندور إلى مصر التي تستمر لمدة يومين للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيس جهازي المخابرات بمصر والسودان غدا الخميس لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على تعديل مادتين بقانون الجمارك، وقال وزير المالية عمرو الجارحي خلال مؤتمر صحفي أنه تمت إضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أي منتجات تدخل بنظام السماح المؤقت، وأيضا تحديد وجود ضمان نقدي وبنكي للمستورد. بعد قليل أمان الخياط تقرأ لكم بين السطور ولقاء إخباري تالي على رأس الساعة.